بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على المبعوث رحمة للعالمين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين. ما بعد، أيها الإخوة، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسوء لواذا حلقة عصوبة كساب سنة حلقات كي أن كرشي كيني رافضة إن شاء الله وحلقة كوبات وأن كرشي كيني الشيعة سيد أكتهين با حلقات كي كالي النبي كان كدفاع إن كرشي كيني وحاجر كرير ير أو جوبتو هذا السبب أو أي سفارة إيران تري مسلمين تعايا وأي أن درو أدور نموين أو عقل اللي أو دين شيغان أيو نين كالي أو كوليك إنو انتو كوشو بتو فكرة قال نماء آل أكبشو نين كالشي على أكبال أيو حولا من يهي نين قالو بي أو كريستان كأكبال أيو ونكو علنا يا مركلي ماذا بك عقيدة ده رافضة ده نين كأكبالو وحولا من يهي نين يهود يا كريستان إنو قالوا قاتي أيو لم يديحي إنا يتحينا واردين كين دونا بإذن الله الباري رافضة الدين إسلام كقوني بي كتاحي رافضة والرافضة مسلمين تأهل السنة هنا وقوني إسكو الدين معها مركو كوبات ولا ريال عن تعريف إنو الشيعة محلي لهذا الشيعة محلي لهذا عن تعريف إنو لنا عمارة اللقضة لما معنى أي لهذا معناها كوبات وحاوي الفرقة من الناس قيل كم إذا ددكا معناها لبعضنا الأعوان والأنصار أي الوضع يعني الشيعة مركي لها كالكالياشي هي أنصارتي ويا الله يعني الشيعة الريه بلدين له كالكالياشي الريه بلتاقرياشي الريه بلوين الشيعة فلان هدين لها لنا تاقرياشي هي بلوين ابن الدريد رحمه الله تعالى كتاب كيس جمهرة اللغة مجلد كالبعض وعليا يسيدين بقلت دواتن يلبا فلان من شيعة فلان هدير أي من يرى رأيه والروح هدير له هبل ومكمل هاي شيعة فلان يعني هبل الرأيين يا رأي هبل قبا وكلام وشيعت الرجل على الأمر تشيعا منك أي أمر ككل راعي راعتان وي إذا أعنته عليه مركض أو كلمة يسوي وشيعت الرجل على الأمر مشايعة وشياعا أيضا ولدها إذا ما لأته عليه مركب روحه وكالميه لسان العرب من منظور وعير الشيعة وعالي لذا اتباع أتباع الرجل وأنصاره ننك ذاتك الراعو يتاقيري سيدا الشيعة يا اللي لهذا وعلى الوجب يا شيع وأشياع وجمع الجمع ويه وحاك الله مشايعة أي اللي لهذا شايعه أي اللي كما يقال ولاه ولاه ووحي لي ولم وكالكتين شايعه نوى الله مدوى اسكم عنوية الشيعة روحين وأصل الشيعة الفرقة من الناس كوحدتك كم دوية ويقع على الواحد والاثنين مد يلوه وكدعا والجمع جمع والله يريك الشيعة والإيق والمذكر والمؤنث بلفظ واحد وبمعنى واحد وي. وقد غلب على هذا الاسم على من يتولى عليا وأهل بيته جميعا يعني وحول يوركنا مركز الشيعة الله وكل عيا كوا علي شيعنا يعني راعي أهل البيت كيسا لكن رب أهل مركز الله في ما يرعسنا حتى صار لهم اسما خاصا إلى ونقضي مع خاصة فإذا قيل هذه فلان من الشيعة هبل والشيعة وكم ديعي عرف أنه منهم على قرن يعني كم ديعي وفي هذا المذهب وفي مذهب الشيعة كذا وكذا يعني هذه له مذهب الشيعة وحي قبان يعني هو الشيعة الرعسن ويه مركا ورطة سيدة أبو أزهر كتاب كيسة تهذيب اللغة وعليه والشيعة أنصار الرجل وأتباعه وكل قوم اجتمعوا على أمرهم شيعة يعني لهذا شيعة وحال إذا منك الروح الرعسن يقوم كيسة يا شيعة لي لهذا قوم كستو وشيكو كل منا وحال إذا شيعة يعني لهذا جرجاني في التعريفات وكل يهي تهذيب اللغة وعد كيه لسان مجرد صدحات بقى فرتناد ويه ترجاني صفحة بقول صدن يصدح ويكتب كيس التعريفات وحيري هم الذين ادعوا مشايعة علي رضي الله عنه ورنتي كوا كوا ان دعوا ذي اشيكتي ويري شيكشا بينا إن علي الرعسين رضي الله عنه وقالوا يري إنه الإمام أسقى خلافة إسكالي إمامة بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رسولك قدم واعتقدوا عقيدي أن الإمامة لا تخرج عنه وعن أولاده إمام هذا كما بحضة أسقى إيا أولادي سا كو يري ويا يري مركة شيعة وصداء يضع لغضاء صداء صيال ولا أي مكة المسلمين تأيى إيقنا تعريفيين صداء هذا عن صور شيقني
مختار الصياح الرازي وعليه في كتاب كيسة شيعة الرجل وأتباع دي سي أنصار تيسة سيدة هداشة أو الإمام أبو الحسن الأشعري كتاب كيسة مقالات الإسلاميين مجلد ككوباد لحدة يشم عليه وإنما قيل لهم الشيعة شيعة وحلو الشيعة لأنهم شايعوا عليا علي أي راعين ويقدمونه ويكهر مرنا يعني فلقيسة على سائر أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم صحابة النبي انت هذا كلام بلو في الصدع شيعة وحي آمن سنتهي علي رضي الله عنه يعني إمامك وحقه تعريفيه قابل قام قاب عقدي أوي أيه تعريفيه شيعة وحال إلى ذاك هو علي رواه رعصنهي كهر مريه صحابة انت هذي كلام علي بأوفة دي بذيري خلافة على السقع إسكالي سيدي الإمام الجرجاني في كتابه التعريفات وكو تعريفيه وكوكو بين هواسي ابو يري اي امسن ان علي اولي هي امامه النبي الجلاشي صلى الله عليه وسلم وكش كان دونا واحد كو كلف ارن دايضا ابن عثير اولي هي كتاب كيس غريب الحديث والاثر النهايه في غريب الحديث والاثر مجلد كلابات شنب قلتمني يو سغال الى شنب قلي لباتن اولي رحمه الله واصل الشيعه الفرقه من الناس سيعه اللغه انا دارت واقيب كم ددك وقد غلب هذا الاسم على كل من يزعم انه يتولى عليا وركن وحكا يعني ومعركة وكو غالب نقضي ما عن اسقا او كو دعيا انت بدن روح والبو او شيغانيا انه علي ولي او يحي واهل واهل بيته حتى صار لهم اسما خاصا كو دحو علي بان انغو رعسنا يا اهل بيت كيس يو ما عن كو دعيا انت بدن اي كو بين هواسيو الى ما خاص او نقضي فاذا قيل هدير فلان من الشيعه عرف انه منهم هبل الشيعه كم اذا دير له وحال قرن ارنت ايضا اني تاي وفي مذهب الشيعه كذا وكذا وعلى كرول لها مذهب الشيعه وهي كمان سدا هي سدا اي عندهم وين شهر السياني سدو كلي و خولي الشيعه وحال الى كو علي راعي خاصة هان او شيغي امامديسا هي خلافديسا او يري نص با كو عد دردارنا والو والو عدي اما جريا واما خفيه دين الاسلام كو خفي عمله ويعدهي نصنا وما هيان علي رضي الله عنه انه النبي كحي صلى الله عليه وسلم نينكي سدا امين سنه وحوته مي النبي محمد صلى الله عليه وسلم هي وحي جيسي وانا كشيكين دونا باذن الله الباري مركي ان تعريف انه شيعه مركا كدب مركا اهل السنه سداس اي او تعريفين رافضه اي سو حدي مركا شيعه وان غرني نينك قوم كيسال الى ذا اتباع الانسان الى ذا خاصه قوي علي ما راسناي سدو كلا يدي وحن راسناي أهل البيت كان النبي صلى الله عليه وسلم كواس أيا لي هذا الشيعة وانسلوا أغاني الرافضة محال لي هذا الرافضة في اللغة اللغة العربية حلوة من الرفض ألغاك يعني وهو الترك كتجتاموي ابن فارس وحولي يعني الراء والفاء والصاد أصل واحد وهو الترك رافضة رأضة يفأذة يصادك وأصل كريئة وحين فائدين يساوي شيء ليس كغطبه معجم مقاييس اللغة مجلد كلمات أفر بقول لبات تاني اللغة مختار الساعة نصاص يكش قاموس المحيط سدوا كلو حولي هاي رافضة وحاوي وعيدا لأركو أو هجاميه دي كتجي أو دي ده يا رافضة اللي لا ذا يوري ساس اللي لا ذا يوري حاجة استلاحة علماء وحير هادين رافضة وحلو أم العابي سموا بذلك لرفضهم الحق الذي عليه الصحابة رافضة وعالي إلى هذا كوة ديني حق صحابة النبي محمد صلى الله عليه وسلم أي كسو قنايا كوة ديني ومنه إمامة أبي بكر وعمر رضي الله عنه وحاكم ذو عياله الدينين أبو بكر يا عمر رضي الله عنه ما إنيهين خلفاء النبي صلى الله عليه وسلم كوعكتي الإمام أحمد ويلكيسي عبد الله رضي الله رحمة الله عليهما كتاب إليه مسائل الإمام أحمد ورنا يوم عبد الله مجلد ك وهل مجلد سغاشن سغال بوغا وعليه سالت ابي عن الرافضه اباي ما وحوي دي رافضه فقال وحوي الذين يشتمون او يصبون ابا بكر وعمر رضي الله عنه رافضه من ربطا وحاويه كو عاي حيو ابو بكر يا عمر هل يا ابي نيف لغادين يو اي لعنه يا كو صار رافضه ليراها اذا كلا برو شيعه يا رافضه وحافك او حن رافضه وانا واحد لو يلي ويسو صعطة ان شاء الله تعالى شيخ الاسلام ابن تيمية رحمة الله عليه وحدث ربطان انا الشيعة اغاتان هذا الامام وكقري كتاب لإرادة منهاج السنة النبوية
وحونا كل الدنيا نين لا يراد ابن مطهر الحلي نكاسي او رافضة او قري كتاب لإله منهاج الكرامة كتاب كيسي منهاج الكرامة وحول لك ما حيو ما انت ميالو إلا ابن تيمية النقولات كي أكسو قاضي أكسو النقلية أو رديمو يعني لما حيو بفضل الله ومنه كتاب كي ابن تيمية نواجهو أصور لما يسترم ابن تيمية كتاب كي ساوى كتاب هذا قيمي مدن لنك الرب الرافضة إنه برطه أو مذهب كوذي عقيدة كوذي دين كوذي إيو بدعاد الرب إنه كوذي كفريات كوذي كتاب كا آخر يوم أصور أولا سوق قابين وجراء قال الشيخ الإسلام لا ريب أن الرافضة مشتق من الشرك والإلحاد والنفاق رافضة وحالا قد صورنا بشي بوري شرك إلهي وحلا لو ذا جيو قوره وحلا لو ذا جيان نمان كي رعسيين يو الإلحاد قال نمو الدين الآن يو النفاق مرافق نمو ولكن تارة يظهر لهم ذلك فيه وتارة يخفى مرمر ويكم غني سامور الشرك يا إلحاد كا يا النفاق مرمر لك مقنس إلهي ما يكون داني نكا النبي محمد سيدا وعايا إيه aan soo bandhignay warkiisa miyuuna ilxaad ahayn oo nifaaq ahayn oon gaalnimo aysan ahayn ninka sunnada nabi maxamed caaya ayay kasoo horjeedeen lama qaadanayo miyuuna nifaaq ka weyn maxay tahay ilxaadnimad ka weyn waa maxay mulxid waa niman diin lahayn diin laa waa wey zindiiq oo kale wey marka sidaa wey sababta loogu magacaabay kutubo badan oo maqaalaadka wuxuu wareeyay imaamku raxmatullah calayhi waxaana loogu magacaabay arrinta iyada kutubo badan ayaa qortay oo maqaalaadka muslimiinta sida Abul Xasan Ashcari iyo kutubta taariikhda iyo kutubada luqada warkaas oo dhan ayay waxay sheegeen Shiica ee Raafida waxaa loogu magacaabay waxa weey waxay u yimaadeen Cali ibn Zayd ibn Cali ibn Hussein oo Zayn al-Abidin loo yaqaano markaasay waxay weydiiyeen seed u aragtaa Abu Bakar iyo Umar markaas oo amaanay oo yiri waa labadii wasiir ee awowgay Nabi Muhammad sallallahu alayhi wasallam وزير رديسي ويو رضي الله عنه ما ويو مركاس اي كعين او اي كتاين رفضناك وان كنا عني وان كاتكني ساس الله مغاوي ابو الحسن الاشعري رحمة الله عليه وعليه فانه لما ظهر يعني زيدا في الكوفة في اصحابه الذين بايعوه سمع من بعدهم الطعن على ابي بكر وعمر فانكر ذلك من سمعه منه زيد سانشيغني علي بن زيد او زيد بن علي وي. زيد بن علي بن الحسين زي العابدين كان لو يقانو مجلس كيسي كوفه رجل شيغا اني رعسن يهين ايو حكم مقلي ايو ابو بكر يا عمر عاي هي او درا هي او دانين هي او لعنه هي ايو كم مقلي امام كاس اسغا مركا كدي ايو هو يري وكو انكري وا ما واحد سمينه سان بيري ما ابو بكر يا عمر بار عايسان او صحابه النبي كو او فدي بدرا ما هايدن كو دحاي marka kadib waxa la fatafarqa cali ladina bayacuhu kuwii la mubaayacooda way ka kala tageen cayda haddaad naga celinaysaba saxaabada sheekhyadoodii waan ka kala tagaynaa baadi faqaala lahum wuxuu ku yiri rafadtumuni ma iga tagteen aniga ma idhacdeen faqaala wuxuu yiri summu alimaam abu alxasan ascari baa soo naqlanay kitaabkiisa maqaalaat islaamiyina summu raafida liqowli zaydin lahum rafadtumuni raafida waxaa loogu magacaabay qowlka زيد زيد زين العابدين ويلي ما ان عدين او ما يغا تكتين يا رافضه ما انك اسي دبر كغه دغتي شيخ الاسلام ابن تيميه رحمه الله تعالى منهاج السنه النبويه مجلد كوبات صدن يشن عليه لكن لفظ الرافضه اري الرافضه انما ظهر وعمغلي لما رفضوا زيد بن علي بن الحسين في خلافه هشام بن عبد الملك خلافة هشام بن عبد الملك رحمه الله تعالى وعي أهيد شعبان سنة كي بقول يشنتي أي أهيد وحورا انت الربيع الآخر بقول لباتر يشنتي أصدقى أو أفر يكونت سنة جنو سيصير إعلام النبلاء البداية والنهاية كقرا خلافة هشام بن عبد الملك وقت يسي أي أهيد ويما دين زيد زين العابدين أو الكويل أهدين وان كنا علي وقال وحوري قلت وعن كويري ومن زمن خروج زيد افترقت الشيعه الى رافضه وزيديه مالك زين العابدين زيد بن علي بن حسين اي دينين واي لهذين ابو بكر وعمر رضي الله عنهم ما دحينا وان عاينا وان لعرضينا وحبان كشيغينا اي او يري انو ما عاي هي لبدي وزير النبي محمد صلى الله عليه وسلم دتك او جعل او نفضي بدرا واي ككلا تغين يا شيعه وكلا قيبسنتي لو نيمان رافضه او ديني صحابة النبي رضي الله عنهم إلى دهان
وابو بكر يا عمر ويهين يا نيمان الشيعه او ما عرفتي عن كوتشرين او زيديه اللي يداهدو وانا نيمان كي يمن جوجي حدنا ويندوغ اللي بدري ويندوغي سراء زيد جهابا اللي بدري دولة ايران باكو شبطي ويندو الاماميه الاثنا عشريه الوسطى شوي وكوادك المسلمين تهدي قدبا ليستير لين يوم. فانه لما سئل عن ابي بكر وعمر وعمر فترحم عليهما رفضه قومه. ابن تيميه وعلي هي زين العابدين مركي اي ويديان عمر ابو بكر وعمر سيد اركتاه وأوير رضي الله عنهما وان شعله والنبي وزير رديسي والنبي صحابتي سرد هو ونفسنا اي وحيره وان كنا عليه مركز رفضتموني ما ينعلم فسموا رافضا لرفضهم اياه وسمي من لم يرضه من الشيعه زيديا لانتسابهم اليه وحير كوي نعي اي وان كنا عليه رافضا لو مغعابي ديد مدي اسغا اي ديدين كوي راعي اي اسغا يري واحد قبطان قبنا صحابه النبي رضي الله عنهم خاصة أبو بكر وعمر وان رأسنا هاي وان رضي الله عنهم وان لاينا وان احترامينا أسقى راعي زيدية إيه لبحين ولذلك زيدية ملا على رام صحابة النبي صلى الله عليه وسلم بعض الجزئيات بها كوة ترتي وان شيك كشيكين دونا شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيسا قيمة بضان إيه ماركتي أيان كل من يرخص وقاضنا ولهذا كانت الشيعة المتقدمون الذين صحبوا عليا أو كانوا في ذلك الزمان لم يتنازعوا في تفضيل ابي بكر وعمر انما كان نزاعهم في تفضيل علي وعثمان. ابن تيميه رحمه الله تقي الدين وعليه محيي السنه وقامع البدعه يا ليلى السنه نبي محمد كينو لي اهل البدعه مدح كقري وي اهل البدعه وكل دغالمي نص يا الدين اي كل دغالمي وعليه سي علي هوري اي وقت علي راعي مركو دغالدي صحابه دحمرين كدب وليغود كمين مرمن أبو بكر يا عمر يا علي كيف هذا بدن كوين أمر من دود دود وحي هيد بيري مركي يرى هذا النبي وحكو حقا أبو بكر وحكو حقا عمر وحكو حقا علي بيدهين أو حي كهر مرينين عثمان بي علي كهر مرينين وهذا مما يعترف علماء الشيعة الأكابر من الأوائل والأواخر أرند أيضاً علماء دي هوري الشيعة كتبتو دوان لغيهن يا إيوا وينا كو هري كو دبابي واوينا أرنتا كتب تودي كو قرنتا هاي كلية وحي كلا هرم رجلين علي عثمان عثمان علي كيف هذا بدل حتى ذكر مثل ذلك أبو القاسم البلخي أبو القاسم البلخي المعتزلي إلى أوشيك حتى ذكر مثل ذلك مثل ذلك أبو بكر أبو القاسم البلخي فقال سأل سائل شريك بن عبد الله بن نمر شريك ابن عبد الله ابن نمر القرشي ابن سعد وعير الثقة وكثير الحديث كي هذا وحالي الشيخ المعتزلة لها وحالي وكان داعية إلى الاعتزال أيالي المعتزلة لما يودتك ويريتشري شريك ابن عبد الله ابن نمر أيا وحالي ويدي أيهما أفضل أبو بكر وعلي فقال له عقير أبو بكر يا كفضي بدل فقال له السائل وعير أتقول هذا وأنت من الشيعة أدو رجع علي راع صنابات كم تأي مساسا ذا قال وحوري أكنا نكذبه من بيننا النجا أرنت أيضا والله ما كان كذابا والله ما كان كذابا والله ما هين علي مد بين على أمانا نحين بوداي مركا ونج على صحابة النبي أبو بكر يا عمر ونج على إمامك شيخ الإسلام ابن تيمية كتاب كيس من هاج السنة النبوية وهي أي أقول لك أن الإسلام في خلافة أبي بكر وعمر وعثمان لم يكن أحد يسمى من الشيعة متر خلافة أبو بكر يا عمر يا عثمان روح لي إلى هذا الشيعة وعلى له متر متر روح لا إضافية أحد أي كمدين لا عثمان ولا علي ولا غيرهما فلما قتل عثمان تفرق المسلمون فمال قوم إلى عثمان ومال قوم إلى علي واقتترت الطائفتان وانكشف كين دون دجال الله الصحابة الأحمر هي مذهب كي عقيدة هي كأمي سنة يعني السنة والجماعة هي رافضة وعي قبطة إمام كوحولي الشيخ الإسلام مركي الذي عثمان رضي الله عنه وفتناء باللابطين مسلمين تيوي كالقيب سبين كوح علي بين راعين كوح عثمان بين راعين عثمان مركا مجهوغين وعي راعين معاوية رضي الله عنه قصدنا وقصة معروفة وموقتو طيب رافضة سلفكم حيك قبيل سلفك رافضة هم حيك قبيل
maxay ka qabeen. Xasan ibnu Cali ibnu Abi Talib radi allahu canhuma wuxuu leeyahy siduu ka warinaya Caasim ibnu Damra, qultu waxaan ku iri bi Xasan ibn Cali ina shiicata yazcumuuna ana caliya radi allahu canhu yarjicu, qaala kadibun ulaa'ika alkadaabuuna low calimna dalika ma tuzawija nisaa'uhu wala qasamna miraathuhu. Musnad imaam axmed. Allahu akbar. Ka waran Cali bin Abi Xasan ibnu Cali radi allahu canhu oo nabiga wiilashii uu jeclaa Xasan iyo Xuseyn, nabiga wuxuu yidhi Xasan iyo Xuseyn sayida shabaabi ahli ljanna waan jecelnahay, waxaan aaminsannahay nabiga inuu jeclaa sal allahu alayhi wasalam inuu udgoonkii nabi maxamed ay ahaayeen inuu ku farxi jiray markay yimaadeen malaaqibtooda waan ka sheekayn jirnaa. Waxaan caddaynaynaa saxaabada nabiga iyo ahlubeytka inay walaalo ahaayeen oo ay isticlaayeen ahlu sunnahana ahlu beytka nabiga ay taqdiirinayaan, dardaarankii nabina ay qaateen. Ama Iran oo Farisiya waxaan barnaamijkan shaqo kuma leh, shaqo kuma leh. Nasabka waa la yaqaanaa saxaabada, waa la yaqaanaa Xasan iyo Xuseyn. Xasan Xuseyn ayaa Xasan ibn Cali ayaa waxaa la weydiiyey. Shaafidadu waxay leedahay yani rajca wax la dhaho insha allahu tacriifka markaan dhameyno walaalayaal, waxaan ku xijinaynaa caqiidada ay aaminsan tahay raafidada. Raafidada meeqay u kala qaybsantaa? Markaan qaybahooda sheegno waxaan ku xijin doonaa waxay aaminsan yihiin caqiida. Xasan waxaa la yidhi aabaha Cali uu soo noolaanaya uu soo noqonaya ka waran beenaalayaal weyn yiri wallahi haddaan ogaan lahayn haweenkiisana lama guursadeen buu yidhi xoolihiisana maana qaybina. Waa la qaybiyu dhaha haweenkiisana waa la guursaday aabahay radi allahu canhu. Marka ma ahayn Faaduma horteed bay dhibatay, nabiga lix bilood markuu aasnaabay Faaduma dhibatay radi allahu canha. Marka maba ay soo dhawaanay radi allahu canhu, hadhow hadduu ruux isdhaho ma gabadhi nabiga Cali gadaashii la guursay maba nooleenba waqtiga ayada Cali haween kaluu qabay. وانا كيد هنا حسين بن علي رضي الله عنه وحويلي شيعة العراق كان يقول في شيعة العراق الذين كاتبوه ووعدوه بالنصر ثم تفرقوا عنه وأسلموه لأعدائه اللهم إن أهل العراق غروني وخدعوني وصنعوا بأخي ما صنعوا اللهم شتت عليهم وأحسهم عددا. الإمام الذهبي في سير أعلام النبلاء مجلد كلما صدح بقولي الله أيكو كينيا حسين بن علي wuxuu dhihi jiray radi allahu canhu nimanka shiicadaha kuufa ugu yeedhay ee yidhi imaada waa idiin gargaaraynaaye, waxa uu ku yidhi ilaahay ow reer ciraaq been bay noo sheegeen, ilaahay ow wayna kadiyeen, ilaahw walaalkay waxa lagu sameeyey iyaga qayb ka mid oo ka qayb qaata, ilaahay ow kulankooda ilaahu kala fogey oo kala fariq oo kala fogey, ilaahay ow cadadoodana koob oo yaree buu yidhi. alimaamu malik ibnu anas radi allahu canhu waxa uu leeyahay sida khalaa Abu Bakr al-Khalaal kitaabkiisa Sunna uu kusoo saaray mujalladka labaad 493 wuxuu leeyahay alladi yashtumu asxaab annabiyi sallallahu alayhi wasallam, nabi maxamed saxaabadiisa kancaayahayo sida maxamed cali jabarti ninkay isku tilmaamay iyo kurayda la joogta ay saxaabada nabiga u caayahayaan, laysa lahu sahmun aw qaala nasiibun fi lislaam, islaamka sahmi kuma leh. islaamku waa saxaabo u qaybsata muhaajiriin iyo ansaar iyo taabiciin ku raacday iyo waladiina jaa-uu min bacdihim, maxay dhahayaan yaquuluuna rabbana ikfir lana waliikhwan. Weliba halkaasuu ka istinbaaday imaamu maalik wuxuu yidhi raafidada saxaabada nabiga caayahayo xaq uma ilaaha xoolaha islaamka in la siiyo. alimaamu shaafici wuxuu yidhi lam ara min ahli lahwaai, ahlu lahwaa ahlu lbidac oo dhan baa la yidhaha ahlu lahwaa, ma aanan arag niman ahlu lahwa kaga daran ashxada bizuuri min arraafida, raafida ahlu lahwaag oo dhan markaan fiiriya ahlu bidaca markaan fiirinay khawaarij waraafi washiica walmurjiya walqadariya kulli markaan fiirinay madaahibtaas oo dhan ahlu bidac oho dhan weligay raafida wax ka been badan maana arag buu dhaha khadiim lbaqdaadi fi kitaabiha alkifaaya mujalladka koobaad 226 ayuu ku keenayaa. sheikhu lislaam ibnu taymiya wuxuu leeyay idaa kaana aslu lmadhhabi min axdaadi zanaadiqati lmunaafiqiin, madhabka raafidada hadduu yahay madhab ay keeneen munaafiqiintii zanaadiqada ahayd, aladiina caaqabahum caliyun fii xayaatihi caliyun amiiru lmuminiina radi allahu canhu faxaraqa minhum daa'ifatan binnaari waطalaba qatla bacdihim fafaruu min sayfihi lbattaari watawacada بالجد طائفة مفترية فيما عرف عنه الأخبار. عليه إمام كعسقع وابن تيمية أصل مذهب كالشيعة
zanaadiqa keentay munaafiqiina kuwaasoo cali uu gubay markuu noolaa oo way ciqaabay. Waa maxay? Waa cabdullaahi ibnu sabac alyahuudi ibnu sawda ayaa la yidhaahdaa. Markuu yidhi adigaa ilaahay caliyow, raggii la socday uu gubay waxaa ka qabtay ibnu cabaas oo yidhi ilaahayga naarta abuuray keliya ayaa wax ku cadaabay, waxbaha ku cadaabina iska dhaaf. Way kala carareen. Hadduu sidaa yahay qaarkoodna uu raadiyey oo ay ka carareen seeftoodii waxgoynta badeed, ballanna uu ugu qaaday haddii uu qabto inuu laynayo siday akhbaarta ku soo aron. Idan uga weyn madhabkan inuusan madhab khayr qaba uusan ahayn, iyo caqiidada raafidada ay tahay zanaadiqa ay keeneen. Sidoo kale wuxuu yihi laakiin lamaa kaana aslu madhabihim mustanidan ilaa jahlin kaanuu akhara طawaa'ifi kadiba wajahla. Allahu akbar. Wuxuu yidhi asliga madhabka raafidada waxaa weeye wuxuu ku dhisan yahay jahli. Bal hadda kuraydan addis ababa joogta hadalkooda dhegaysta, waa eber waxay kala garanayaan malah mana raaco ilaa mid jaahil oo maskaxdiisu eber ay tahay ilaahay uu dooriye mooyaane. Asligooda waxaa weeye طawaa'ifta muslimiinta u nasab sheegato kuwa ugu been badan ee ugu jaahils badan weeye. Waxaa kale uu yidhi waa amar raafida fa aslu bidcatihim can zandaqatin wa ilxaad. Madhabka raafidada asalkooda wuxuu ku dhisan yahay zandiqnimo, diin la-aan iyo ilxaad waa isku mid. Waqaala wuxuu yidhi ida kaana mabda'u bidcati lqowmi min qowmin munaafiqiina laa mu'miniina. Asalka diinkooda wuxuu ka soo bilowday mabda'iisa wuxuu ahaa munaafiqiin aan iimaan lahayn. Waxaa kale uu yidhi imaamka ahlulcilmiga waxay yidhaahdeen ina raafida dasiisatu sandaqati wa anahu wudica calayha. Waxaa weeye zanaadiqada ayaa wax soo geliyay. Nacam, cabdullaahi ibnu sabac alyahuudi zindiiq buu ahaa, yahuudnimo ayuu qarsanayay. Caqiidada isagaa dejiyay saxaabada in la caaya ah wayna qaateen. Maantana iiraan waxay ku dhaqmayso, iyo qaar ka mid a ciraaq ragga joogo, iyo kuwa hadda xawdiyiinta la yidhaahdo, iyo lubnaan kuwa joogo, waxay ku dhaqmayaan waxaa weeye arrinka ayada ah. Waanu u iman doonaa saxaabada nebiga ruuxii wax ka sheego. Sheikhul Islaam ibnu Taymiya wuxuu leeyahay madhabkooda wuxuu ku dhisanaa sidaa iyada aan soo sheegnay. Waxaa kale uu yidhi ninkii keenay raafidada wuxuu ahaa buu yidhi bidcadan tashayuca wuxuu u qasday buu yidhi inuu ilaahay diinkiisa dadka ka celiyo, oo rususha waxa ay keeneen uu buriyo, oo ay muujiyaan buu yidhi diinta islaamka inay tahay mid daciifa ah. Malaaxida ayaa keentay buu yidhi bidcadan raafidada ah, kuwa badanna way qaateen buu yidhi, oo maaragtay aan waxba garanaynin, oo juhala ah, oo wax saxiixa iyo wax khalada aana garanaynin. Markaad u fiirsato dadkooda shacabka ana waxaa dhihi dadkan xataa soo weligood khayr mayna maqal. Sidoo kale imaamku wuxuu leeyahay ahlulcilmiga mid ka badan wuxuu yidhi ina awala man ibtadaca alrafda walqawla binasi cala caliyin wa cismatihi kana munaafiqan zindiiqa. Ninkii ugu horreeyey oo keeno oo yidhi cali nebi maxamed baa u dardaarmay inuu khilaafada qaato waana macsuum. Macsuum waa maxay? Waa mid xumo iyo khalad laga ilaaliyey, sida nebi oo kale weeyo. Ninkii warkaa keenay munaafiq buu ahaa, zindiiq diin laawi ahaa, araada ifsaada diin alislaami diinta islaamka inuu fasahaadiyo ayuu damcay. Wa araada an yasnaca bilmuslimiina maa sanaca boolos binnasaara, wuxuu rabay muslimiinta inuu ku sameeyo ninkii boolos dhiida kristaanka hadda diinta ay haystaan. Nin boolos dhaha ayaa u dejiyey, laakiin kitaabkeenna qur-aanka lama dejin karo, waxba lagama bedeli karo, bihi laguma dari karo. ilaahay baa ilaaliyo yidhi inaa naxnu nazalna adikra wa inaa lahu lacaafiduuna. Sunnada nabi maxamedna waxyigaa la xifdiyey ayay ka mid tahay, taabic u tahay. Wuxuu yidhi siduu boolos u dejiyey diinta kristaanka, iyay raafidada diinkeedana loo dejiyo, zindiiq baa u dejiyey, waana cabdullaahi ibnu sabac. Laakiin lam yata'atta lahu maa yata'atta liboolis. Boolis wixii uu helay ee fursad ah ma aysan helin ayaga. Ahlu xadiid baa noolaa, saxaabada nebigaa noolaa, gafuurkaa laga garaacay, waxa ay wadeen beentahana waa la caddeeyey. وهذه الأمة أمة والحمد لله. وحيري لا يزال فيها طائفة ظاهرة على الحق، فلا يتمكن ملحد ولا مبتدع من إفساده بغلو أو انتصار على الحق، لكن يضل من يتبعه على ضلاله. وحيري إمامك رحمة الله عليه دين إسلامك يا أمدا إلهي ما هذا إسكاله كما زوليس طائفة inay xaqa ku sugan tahay. Wuxuu qaadanayaa xadiidkii nebiga laa tazaalu daa'ifatu min ummatii daahiriina cala alxaq laa yaduruhum man khadalahum walaa man khaalafahum xataa yaatiya amru llah. Riwaayad kale waxaa yidhi xataa yaatiya wacdu llah. Daa'ifa iyo qeyb ka mida ummadayda kama zuulaysa ayuu nebigu yidhi sala alayhi wasalam, xaqa inay ku taagan yihiin oo ay muuqanayaan ee ilaahay uu u gargaarayo
iyada oo ayna waxba ka qaadin ruux khilaafay iyo ruux balan uga baxay ilaa maalinta qiyaama laga gaaro. A'imatu al-xadiid waxay isku waafaqeen ragga ayaga inay ahlulxadiid yihiin, ahlulxadiid inay yihiin ayay isku waafaqeen. Marka wuxuu yidhi diintan uma suurtagelaysa mid mulxida iyo mubtadic inuu fasahaadiyo qulowi iyo inuu xaq ka guulaysto waa habeenka xaalaya u tagay, laakiin waxaa dhumuu yidhi ruuxi dalaalka raaco minhaaj sunna nabiya mujaladka lixaad 428 479 ayaad ka helaysaan. Boolos waxaa la dhihi jiray Boolos ibnu Yuushac waa meligii Yuhuuda kaasoo diinta fasahaadiyey, kitaab fiican ayaad ka helaysaan oo layidhaha Alyahuudiya Walmasiixiya, doctor maxamed diyaa uraxmaan alacdami ayaa kitaabkaasad ka helaysaan, aada buu u fiican yahay. sheekhul islaam wuxuu yihi raafidada markuu ka sheekeynaya jahligooda iyo beentooda wa haulaai raafida imaa munaafiqun aw jaahilun, raafido ama waa munaafiq ama waa jaahil. falaa yakunu raafidun raafidiyun walaa jahmiyun ilaa munaafiqan aw jaahilan bima jaa can rasuuli sal alla alay wasalam. nin jahmi ah haddaad aragtu dhah iyo nin raafidi ah haddaad aragtu dhah waxa weeyu ama waa jaahil ama waa munaafiq. jahmi kasta iyo raafidi kastana xataa diinta nebi maxamed ma yaqaana jaahil buu ka yahay buu yihi. laa yakunu fiihim axadun caaliman bima jaa bihi rasuulu sal alla wasalam cala iimaani, heli maysid buu yidhi mid ayaga ka mid ah caalim ku ah nebi maxamed sal alla wasalam diintiisa oo haddana rumaysan ma helaysu yidhi. marka fa ina mukhaalafatahum, mukhaalafadooda ayaga ay khilaafsan yihiin lima jaa bihi nebiga wax xaqa uu la yimid iyo wakadibuhum calayhi laa yakfa qatu ila calaa mufaridin fi ljahli walhawa. khilaafka nebi maxamed ay khilaafeen iyo beeninta ay beeniyeen ruux caqli leh kama qarsoona ayuu yidhi, mid doqon ah oo hawadiisa raacay laakiin way ka qarsoon tahay, dad muslimiina ayuu moodayaa. sheekhul islaam mar kale wuxuu yidhi waraafida laa khibrata lahaa bilasaaniidi waltamyiizi bayna athiqaati waghayrihim, asaaniidda muslimiinta caqli umay lahay khibro uma laha, ma garanayaan sax iyo xaq ma kala saari karaan iyo qalad. bal hum fii dalika min ashbaahi ahli lkitaabi, yahuudi kristaan bay shabahaan buu yidhi xagga ayada, kullu maa yajiduunahu fi lkutubi manquula can aslaafihim qabiluu, aimadoodii raafidadaa waxay ka heleen kutubtoodii ka horreeyay way iska qaateen. hadday maxaan dahay ataxaddaa raafida hadday keento kitaabka bukhaari kitaab la mid ah oo sida uu ugu dadaalay asaaniidda ee uu saxiixa mooyeene wax kale kitaabkayga ma gelinay, uu yidhi bukhaari muslim hal kitaaboo kusoo dhow xataa oo kutubta sunanta xataa kusoo dhow laga heli mahaya diinta raafidada ha keenaan, ma garanayaan. marka wuxuu yidhi madaxdoodii hore iyo aslaabtoodii ka horreysa beentii ay qoreen way aqbaleen bikhilaafi ahli sunna, ahli sunna maya. fain lahum min alkhibrati bilasaaniidi maa yumayizuuna bayna asidqi walkadib, khibray leeyihiin buu dhahay, waxay ku kala saxiixa ay ku kala qaadaan asaaniidda saxiixada ah, asaaniidda runta ah, asaaniidda kadibka ah waxay ku kala qaadaan ayay yaqaanaan ahlu sunna, laakiin kuwan ma yaqaanaan. sidaa daraaddeed ha la ogaado arrinta ayada inay waxba aysan garanaynin. waxaa kaloo uu yidhi sheekha aan kusoo gabagabaynaynaa ahlulcilmiga waxay isku waafaqeen oo riwaayadda asaaniidda raafidada inay yihiin akdabu dawaa'if fi hadihi dunya, dadka ugu been badan waa iyaga, waadna arki doontaan beentoodana waa mid hore ayuu yidhi, waana arrin ay raqam waaxid bay ugu qaadeen beenta, ayagaa number waaxid bay u galeen. abuu xaatim arraazi raximahullah wuxuu leeyahay, abuu xaatim waxaa layidhaha muxamed ibnu idriis ibnu lmundir ibnu daawuud ibnu mihraan alxaafidu naaqidu thiqa imaamu lmuxadisiin alxandari raximahullahu tacaala wuxuu leeyahay samictu yuunus, yuunus ayaan maqlay yuunus ibni cabdilaclaa ibni maysara weye, wuxuu ma aragtay la waqti ahaa imaamkii shaafici ah waqtigiisa can cabdilaclaa yaquulu wuxuu yihi qaala ashham ibnu cabdilcasiiz ayaa wuxuu yidhi su'ila maalikun can iraafida, raafidada ayaa la weydiiyey ma u maalik uu nooga jawaab baa layidhi, raafida maxay tahay, qaala wuxuu yihi laa tukallimhum walaa tarwi canhum fainahum yakdibuun, raafida ma rabtaa hala sheekaysanin waxna ha ka warinin, waa beenalayaal buu yidhi. waa ragga aimada waqti ay ka sheekeenayaan. abu xaatim wuxuu yidhi xarmala ayaa noo sheekeeyey oo nooga sheekeeyey xarmala ibnu yaxya atujiibi abu xabsi almasri wey waa ninka ugu mashhuursanaa ardayda alimaamu shaafici raximahullah, qaala wuxuu yihi samictu shaaficiya yaquulu lam ara axada ashhada bizuuri min araafida, weligay intaan noolahay buu dhah, niman ka been badan raafida maanan arag buu dhah. mu'amil sidoo kale ayuu sidaa ayuu leeyahay wuxuu yidhi waxaa yidhi yaziid ibni haaruun ayaa waxa uu yidhi oo imaam ahaa oo xaafid ahaa ayaa sidaa wuxuu yidhi yuktabu can kulli saaxibi bidca, nin kastoo ahlu bidac war waa laga wariyaa oon bidcadiisa dadka ugu yeedhaynin,
إذا لم يكن داعية هذه أسن داعية حين نك مبتدعة بدعالي سعد من دبك أويرين أو محدث أوياي ولا جورين أيام إلا الرافضة فإنهم يكذبون شرط الحديث كعاوي روح يروح عادل يا أو رلوية يعني شرط الكوبات بيبريين بعد رافضة وحلا جمهم مريا يوري ويسكت جايا مركا سليمان بن مهران ساسو كلايوري من عدي وعلي لم يكن في الكوفة ألعن من المغيرة بن سعيد ما يروي عنه من الزور على علي حطاد مخشى مغيرة ولي حمود المغيرة بن شعبة إنه يه مغيرة بن سعيد أيا لأن ريا كوفة أيوها بين على علي أيو كور إنت بينته وكبر أبو رجلي وهو دائم الكذب بين بين بدر أيوها على أهل البيت ولا أعرف له حديثا مسندا ابن عدي وعلي هل حديث أو صريحة ومغيرة ابن ولي ابن سعيد مجرو مجرو ولذلك انت انا وحان كو اغاني رافضه انه يهين دتك او بين بدن ادون كان اني بين اي يهين مركه ولا ليال وي كو فلان تاي رافضه ان اسدا او تعريفنا رافضنا وها ويهو نيمانكي ابو بكر يا عمر يا عثمان لعنده ابو بكر عمر وعثمان نيمانك لعنده وي اي سدا ان اسكو خيغان ديلي وانا دتك او بين بدن وانا دتك او جاهلسن اساريد ما يخانان او نبي كما خيسودان او صحابه كما خيسودان مشركين ويو ملحدين ويو منافقين ويو جهمية ويو انت ويسكو تكتب بدعاء ولذلك ويل كان محمد علي الجبرتي لبحي مركز هذا الكسر جيست مرة الرافضي وصحابة وعايا يا مرة ومنكر السنة والسنة النبي محمد بو يكرسني وديدين هاي مرة النبي وستة وسوا عايا يا مرة واحد أركيس إنه لي عقلاني معناه عقل جيجا وحو كانوا بانقادر يا بدعة أردن يو حما أردن أو شرع هذا الإسلام كله خلاف أي كوكران أنت أنا وعلامات كلوية قالوا لمن كان رافضا عليهم من الله ما يستحقون أنت أصلا كسر قبل قبيلنا إن شاء الله تعالى وأنا كيري دونا وحي أنت أقدم في هذا اللذوضة رافضا إن شاء الله تعالى إيه أكاديم تودا بإذن الله تعالى حلقة صوص عطوة حنقرينا هذا الكتاب حتى لا ننخدع حقيقة الشيعة انت ان كوكا تسومين حقيقة الشيعة ايال الى هذا كتاب كان محاق قرين الى عبد الله الموسلي وطبع علي اللواتنات واللواتن قربة لدابعي كتاب كا وكتاب يرسل حجم جيسة ادركتان بوينة بإذن الله الباري كتب طورة كتاب كا يبق جيسة يطبع عضا ايان كاكينا مؤلفات كالرافضة مركا كنت بحد اغاني سان وإلى شيرك ايه اللي رعاية سريعة الاسلام كانت سوى تشوكم وحكو كلفي إنه يهي الدين حمد الرافضة يا أمي سنتهي بإذن الله الباري جزاكم الله خيرا أحسن الله إليكم وبارك الله فيكم إلهي وعن كبرينا سبحانه وتعالى حق إنه نوصه اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك ويا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه جزاكم الله خيرا وبارك الله فيكم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.